الأحد 27 من شهر فبراير شباط، جددت الجمعيات السياسية البحرينية رفضها للتعديل الوزاري وطالبت بإقالة الحكومة وتعيين حكومة انتقالية من ذوي الخبرة والكفاءة والنزاهة للمساهمة في العبور إلى مرحلة الحكم الديمقراطي. مصدر السلطات جميعا. اليوم نحن كلنا صفا واحدا سنة شيعة عربانيين، كل المواطنين، كل الأحرار، كلنا صف واحد ضد هذا النظام الجائد وضد هذا النظام الظالم. إذا اليوم ليس هناك كلام عن شيعة وسني، ولن نطرح في يوم من الأيام مطلبا شيعيا في مقابل مطلب سني. نحن كنا في السجن ونساوم على أن نترك علاقاتنا مع الإخوة السنة أو الإخوة الوطنيين بشكل عام، وكنا نصر أن نسير على نفس الدرب لنبقى إخوة الجهاد، إخوة النضال، إخوة النصر. كما وشجبت الجمعيات السياسية تصريح وزير الدفاع عقب لقائه مع وفد الكونغرس الأمريكي. شهد هذا اليوم انطلاقة ائتلاف وطني مكون من 200 شخصية تشكل ائتلافا وطنيا يطالبون باستقالة الحكومة. نود أن نؤكد في هذا المؤتمر بأن مطالب شعب البحرين هي مطالب تتمثل في إقامة مملكة دستورية من خلال عقد جديد، من خلال عقد اجتماعي جديد. ونود أن نؤكد على أنه يجب أن يفضي هذا العقد إلى دولة مدنية تكون هناك فيها حرية المواطنين كافة مصانة ومحمية، وأن يكون ومن جانب آخر، مع استمرار وزارة التربية والتعليم باستجلاب المدرسين المتطوعين محل المدرسين المضربين، اعتبر النائب الوفاقي المستقيل الدكتور عبد علي محمد حسن أن وزارة التربية والتعليم تسببت بخلق شرخ جديد واستحدثت أزمة جديدة بتصرفها غير المدروس والإنفعالي الذي وظفت من خلاله من أسمتهم متطوعين وفتحت بينها وبين المعلمين والشعب البحريني جبهة مواجهة بقرار غير حكيم من قبلها. ومع استمرار الحراك الشعبي العارم في دوار اللؤلؤة تتعدد المسيرات. كانت هنالك مسيرة للسيارات الثقيلة ومسيرة من المحكمة إلى دوار اللؤلؤة وأخرى للأطباء والممرضين، ومسيرة لأهالي السنابس. كما قدم نواب الوفاق بتسليم البرلمان طلب استقالتهم رسميا، فيما دعاهم رئيس مجلس النواب لمناقشتها، والوفاق تعتذر عن حضور اجتماع هيئة مكتب مجلس النواب لمناقشة استقالة كتلتها، وتقول إن استقالتها نهائية ولا رجعة فيها.